تستلم الجائزة والهدية. جميل جدا. السنبلة الفضية إلى فلسطين وعلم فلسطين حاضر معنا اليوم. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. شاهدت العديد من الأفلام التي فعلا تستحق التقدير وتسليط الضوء عليها ودعمها حتى تؤسس لسينما واعدة. هذا المهرجان بدأ يتطور، هو في نسخته الخامسة لكنه يتطور، وإن استمر بهذه الوتيرة فسيكتب له النجاح في المستقبل ويكون من كبار المهرجانات. كل طبعة متميزة جدا، كنا شفنا الافتتاح كان جميل جدا، التنظيم رائع والله، التنظيم محكم. احنا فقط 3 أيام حسيناها راحت في رمش العين، فقلت أنا هي حقيقة الآن ترقى إلى تسمية مهرجان وليست فقط أيام سينمائية. التنظيم كان محكم بزاف بزاف، لأنه الإكيب بعد الطبعة الخامسة عندهم خلاص ولات عندهم تجربة، دونك فهموا كاين حاجات اللي ما نداروش في الطبعة اللي فاتت يعاودوا يراطرابي وإلى آخره. نوعية الأفلام كانت ما شاء الله، يافي دي تخي تخي بو فيلم، سيريان، ليباني، مصري، الجزائرية أيضا. انطباعات جيدة، انطباعات باهية، مهرجان ناجح بامتياز. هذه الدورة الخامسة إن شاء الله، كل ما تزيد دورة أخرى كل ما نلقاو حاجات أكثر باهية.